توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم، وعددهم 5 أشخاص. تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته رحمه الله. أن الجثة بعد مقتل المجني عليه تم تجزئتها من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية. Ama burada bazı açıklamaları tatmin edici bulmadığımı da şahsen söylemek isterim. Önceden öldürülüp sonra cesedin parçalanması için gerekli şahıslar ve cihazlar buraya getirilmiştir. Yani bu şahsın nasıl öldürüleceği ve parçalanacağı önceden planlanmıştır.